احنا دلوقتي هنتكلم عن CSS بوردرز، ازاي نعمل بوردر على اي HTML تاج موجود عندنا في الصفحة. حاجة مثلا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، البوردر ده اللي هو الاسود اللي انت شايفه حوالين حوالين التكست اللي انت شايفه ده كده. ممكن البوردر يتعمل بس في البوتون زي ما احنا شايفين برضه كده، ممكن البوردر يتعمل بطريقة radius كده، يعني يكون في طريقة راوند كده عند كل الأحرف الموجودة عندك في المكان اللي شغال عليه. ممكن يكون في بوردر حاجة كده على الشمال موجود في الليفت، بس يكون في السايز بتاعه كده إيه غليظ شوية. طيب تعال نشوف بقى إيه موضوع البوردر ستايلز دي. البوردر ستايل يا شباب ليه كذا شكل من الأشكال الموجودة عندنا. لو إحنا مثلا عاوزين نعمل بوردر بالشكل ده كده، ده بنسميه حاجة اسمها الدوتد بوردر، يعني عبارة عن نقط جنب بعضها بالطريقة اللي احنا شايفينها ده كده. طيب في نوع تاني اسمه الداش بوردر، وديت اللي هو بيبقى فيه داش، يعني بدل نقطة في اللي هو الشرطة اللي احنا شايفينها ده كده، شرط كده جنب بعضها. طيب ده سوليد بوردر، يعني مصمت ما فيهوش أي فراغات. ده دبل بوردر بيبقى فيه اتنين فوق بعض. بعد كده في الجروف بوردر بالشكل ده كده، تحس إن فيه شفافية شوية، ماشي. الريدج بوردر بتحس برضو ان في اتنين فوق بعض بالظبط، بس في لون او في حاجة كده باينة شوية والتاني مش باين قوي. في نوع تاني اسمه الانست بوردر بالطريقة دي كده، يعني كل واحد ليه شكل بقى على حسب اللي انت عاوزه. يعني ده نو بوردر، وبعد كده في هيدن بوردر مفيش خالص. بعد في ميكسد بقى، انت ممكن تدخل اكتر من ايه، اكتر من ستايل في نفس الوقت. طيب تعال نشوف كده الشكل ده بيتعمل ازاي. عندنا هنا يا شباب لو جينا بصينا في ال HTML في البادي نفسه، هتلاقي في عندك H2، وفي عندك باراجراف، وفي عندك مجموعة باراجرافز ومسمينهم ايه بأسماء كلاسز زي ما احنا شايفين كده. ده دوتد، ده داش، ده سوليد، ده دبل، لحد ما الميكس. طيب عشان نشتغل عليهم فوق هنشتغل في الانترنال ستايل شيت. هندخل في الستايل ونفتح ونقفل الستايل بتاعنا اهوت، وبعد كده ندخل جوه البي دوت دوتد. يعني بقول لك ان في باراجراف ليه كلاس اسمه دوتد، اعمل لي عليه الكلام ده، اعمل لي عليه بوردر ستايل ايه دوتد، تمام. عشان كده ظهر بالشكل ده، ده البوردر بتاعنا ظهر بشكل ايه، بشكل نقط جنب بعضها بالطريقه دي كده. طيب الداشد ضرب نفس الكلام اهو. الفرق بس الوحيد هنا في الايه، في البوردر ستايل بتاع مين، بتاع الميكس. الميكس ده انت ممكن تحط اكتر من حاجه جنب بعضها، ده اللي هو التوب ماشي، والبوتوم والرايت والليفت. لو جينا بصينا كده على اخر واحد خالص هو ده، هتلاقي ان التوب بتاعك عباره عن دوتد ماشي، والداش ده عباره عن اللي هو الرايت اللي هو ده، والبوتوم بتاعك اللي هو السوليد، والدبل بتاعك اللي هو ايه، اللي هو على الشمال. يعني امشي كده مع عقارب الساعه، من كأنك ماشي كده مع عقارب الساعة بالظبط، اللي هو من فوق يمين تحت بعد كده في ايه؟ في شمال، تمام؟ طيب ده اللي هو ايه؟ ده لو انت عاوز تعمل بوردرز ايه؟ بأشكال مختلفة زي ما احنا شايفين كده. طيب البوردر ويتس بقى، انت في اتريبيوتس خاصة بالبوردر نفسه، يعني مش الستايل بتاعه بس، لا ده انت ممكن تغير كمان في ايه؟ في الويتس بتاعه. طيب لو انا جيت هنا كده على حاجة بالشكل ده كده وعاوز اعملها بطريقة ما، عاوز اخلي السايز بتاع البوردر نفسه كبير شوية، مش ياخد بيكسل واحده، لا انا عاوز ياخد ايه، يكون كبير شويه بالشكل ده كده. فهنا بقول لك البوردر سايز بتاع البي دوت 1 من البي دوت 1 اللي موجود عندنا، اللي هو كلمه سام تكست دوت اللي هي اول واحده اصلا اللي هي دي. انا هنا بقول له ايه، بقول له البوردر ستايل بتاعك سوليد، يعني مصمت زي ما احنا شايفين كده، والبوردر ويدث بتاعك 5 بكسل، يعني العرض بتاع البكسل نفسه، العرض بتاع قصدي البوردر يكون 5 بكسل جنب بعض. فده طبعا عرض كبير زي ما احنا شايفين كده. طيب لو جينا بصينا على التو، انت ممكن تستخدم بوردر ويدث كلمه كده مناسبه ميديان، يعني حاجه كده في الوسط، هاتها لي من عندك انت، يعني ظبط لي الكلام ده من عندك انت بايه، حاجه وسط كده. طيب 2 بكسل هتلاقيها صغيره شويه، مش زي الخمسه طبعا ماشي، يعني لو خليت ديت 10 مثلا وقمت قايل له ايه، قمت قايل له رقم، هتلاقي النقط كبرت بقت ايه، بقت واخده كل واحده فيهم واخده 10 بكسل عشان تعرف ترسم فيها. بعد كده الفور دوتد ثيك ده يعني ايه؟ يعني غليظ شويه ماشي؟ ده شكل الغليظ شويه اللي انت شايفينه ده، اللي هو ايه؟ اللي هو تحت ده. بعد كده الفايف دبل، ده الدبل اهو،
بس السايز بتاعك يكون 15 بيكسل، يعني من بداية حياتك 15 بيكسل. وبعد كده ال 6 ده برضه ثيك بس ايه، بس دبل، ده اللي هي طور ايه لو انت عاوز تعدل في الويتس بتاع ايه بتاع البوتر اللي انت شغال عليه. طيب البوتر كولر ممكن تخلي اللون بتاع دي البوتر نفسه يكون لون معين زي الالوان اللي احنا شايفينها دي كده. فبكل بساطه انت بتبدا تعمل ايه، بتبدا تحط ايه بوتر اتريبيوت جديد اسمه بوتر كولر وتدي له اللون اللي انت ايه اللي انت عاوزه. طيب لو انت عاوز الوان تمشي مع التوب رايت بوتوم ليفت تغير الالوان دي كلها، تغيرها ازاي؟ انت ممكن تحط ايه بوردر كولر وتحط الالوان بتاعتك اللي هو من اول التوب وبعد كده الرايت اللي هو هيبقى جرين، والبلو اللي هو هيبقى البوتوم، واليلو ده اللي هيبقى ايه هيبقى الليفت. فلو جينا بصينا كده هتلاقي في الالوان مختلفه، فوق احمر يمين اخضر تحت ازرق شمال ايه اصفر. فدي طبعا بتتعمل بالطريقه دي كده، يعني بنحط اربع الوان جنب بعض كده بس بالترتيب اللي احنا عارفينه اللي هو التوب والرايت والبوتوم والايه الليفت. طيب طبعا هيكس فاليوز بقى تبدا تحط الالوان زي ما انت عاوز بقى اللي هي ايه اللي هي بالهيكس ديسمال بتاعها يعني، او ممكن تحطها بالار جي بي زي ما قلنا من شويه، دي طريقه ودي طريقه. طيب البوردر سايدز اللي هي الرايت سايد والليفت سايد، لو كده بصينا هنا كده انا عندي هنا في الباراجراف قلت لك ان البوردر توب ستايل دوتد، يعني ممكن بدل ما اكتب بوردر ستايل بس لا انا ممكن احدد مكان معين بعينه، يعني هقول له البوردر توب ستايل يكون دوتد بالشكل ده كده ماشي، والبوردر رايت ستايل يكون سوليد، والبوردر بوتوم ستايل يكون دوتد هو عباره عن نقط، والشمال يكون ايه يكون سوليد. طبعا احنا اختصرنا الكلام ده من شويه عملناه بوردر ستايل وحطينا الاربعه جنب بعض، وانت طبعا على حسب بقى ايه على حسب طريقه كتابتك هنا بقى بيقول لك انت ممكن توصل تحصل على السيم ريزلت، لان الدوتد ديت هتشتغل مع التوب والايه والبوتوم، والسوليد دي هتشتغل مع الليفت والرايت ماشي. اهو ده اللي احنا قلناه من شويه، احنا لو عاوزين نختصر بدل ما نكتب اربع اتريبيوت مختلفين احنا ممكن نحط اتريبيوت واحده بس وايه نحطهم بالترتيب كده، ده هيبقى التوب وبعد كده الرايت وبعد كده البوتوم وبعد كده الليفت ماشي. لو انت عملتهم اثنين بس يبقى كده هياخد التوب والبوتوم زي بعض والرايت والليفت زي بعض تمام، لو عملتها واحده بس كده هيشتغل الاربعه ايه الاربعه كلهم زي بعض بالظبط. طيب تعالى نعمل شورت هاند للكلام ده، بدل ما نقعد نكتب كل واحد لوحده عاوزين نختصر الكلام ده في ايه في كود واحد بس، وده طبعا احنا بنشتغل بيه على طول. انا هنا في الباراجراف هقول له البوردر بتاعي ماشي يكون عباره عن 5 بكسل، السايز بتاع الويدث بتاع البوردر نفسه يكون 5 بكسل، ويكون نوعه سوليد ويكون لونه ايه ويكون لونه ريد. انا كده اختصرت ايه اختصرت بدل ما اعمل بوردر ستايل لوحده وبوردر ويدث لوحده وبوردر كلر لوحده، لا انا خليتهم كلهم في ايه في اتريبيوت اسمه بوردر وحطيت الثلاثه مع بعض زي ما احنا شايفين كده، فطلع الريزلت بالشكل ده كده. طيب تعالى نعمل شكل مختلف، انا بقول له هنا بوردر ليفت بس عاوز 6 بكسل، يعني السايز الويد سايز بتاع البوردر في الليفت يكون 6 بكسل، يكون سوليد يكون ايه يكون ريد، اتعمل بالشكل ده كده. طيب البوتون هنا انا حددت بس البوردر ايه بوتون بالشكل ده كده. كده انت بتعمل حاجه اسمها شورت هاند، ودي اكتر واحده مستخدمه لو انت عاوز تشتغل على الكل يعني، لو انت عاوز تحدد حد معين بتحدده بالايه بالمكان بتاعه لو ليفت ولا رايت ولا بوتوم ولا ايه ولا توب ماشي. طيب موضوع بقى راوندد بوردر، ازاي تعمل بوردر يكون راوندد بالشكل ده كده، بتدي شكل كده جمالي لو انت تعمل مثلا منيو ولا حاجه وعاوز تخلي يكون الريديوس بتاع البوردرز بتاعتك تكون واخده انحناء بالشكل ده كده. فهنا بنعمل ايه، بنكتب البوردر عادي جدا، عاوز 2 بكسل، عاوز سوليد، عاوز يكون لونه ريد، بس بنزود اتريبيوت جديد اسمه بوردر ريديوس. البوردر ريديوس 5 بكسل ده معناه يعني اعمل لي انحناء عند الزوايا بنسبه 5 بكسل لجوه زي ما احنا شايفين كده، نسبه 5 بكسل ايه لجوه بالطريقه دي كده. لو احنا جينا عملنا تايت يور سيلف هنيجي نشوف الكلام ده شكله عامل ازاي، ده اللي هو النورمال طبيعي اللي هو اول واحد، وده راوندد بس بسايز معين، ده راوند بسايز 2 وده راوند بسايز ايه مختلف. هنيجي نبص على الستايل هتلاقي ان النورمال بتاعك واخد ايه واخد بوردر 2 بكسل سوليد ريد، واخد بادنج 5 بكسل، بادنج ده اللي هو المسافه ما بين الكلمه والبوردر نفسها، واخده ايه واخده 2 واخده 5 بكسل ماشي. يعني لو مثلا لو انا خليت 10 2 10 قمت عامل ران هتلاقي المسافه ما بين الكلمه والبوردر
اخذت ايه؟ اخذت 10 بكسل، يعني في 10 بكسل هنا فاضيين وفي 10 بكسل تحت فاضيين، ماشي، وفي 10 بكسل على الشمال فاضيين كمان، بس على اليمين ايه؟ لان مفيش كلام تاني خالص، فهو طبعا كله فاضي يعني. فده اللي اسمه بادنج اشبه، ده اللي اسمه بادنج. لو انا زودت دي من 20 مثلا، اللي هو المسافه بين الكلمه نفسها والبوردر بتاعها اللي هو كام؟ 20 بكسل، يعني الجزء ده كله 20 بكسل. لسه ناخد الكلمه دي، الموضوع ده كله بالتفصيل دلوقتي. طيب موضوع راوند 1، هنا بقول له البوردر بتاعي 2 بكسل سوليد ريد، وعاوز بوردر ريديوس يكون 5 بكسل. 5 بكسل يعني اعمل لي الشكل ده 5 بكسل، اعمل لي راوند بشكل 5 بكسل زي ما احنا شايفين كده. البادنج اعملها بخمسة، يعني ايه، مش عاوز الكلام يكون بعيد شويه عن البوردرز يعني. راوند 2 عملها برده بخمسة، وراوند 3 عملها برده بخمسة، عملها قصدي دي عملها ب 8 ودي عملها ب 12. هتلاحظ كل مره ان انت كل ما بتزود ريديوس كل ما هتلاقي ان انت عندك الـ الرسمه نفسها او الريكتانجل نفسه بيتحول الى ان هو بيبدا يدخل جوه اكتر، فهيديك شكل في الاخر. يعني مثلا لو انا جيت هنا كده على الخمسه دي قمت مخليها مثلا 50 بكسل مثلا، هتلاقي ان الشكل ايه؟ دخل قوي. هيتحول كل ده، كل الجزء ده كده هيبدا يتحول ان هو يشتغل على ال 50 بكسل مع بعض، ماشي. طبعا ده بيتحكم فيه بقى ايه؟ السايز نفسه، يعني السايز نفسه بتاع البراف نفسه، السايز نفسه مش كبير، ماشي. هي لو انا قمت جاي مثلا على الجزء بتاع البادنج ده كده وقمت مخليه برده 50 وعاملها بالشكل ده كده، هتلاقي ان انت عندك فعلا هنا بيطبق 50 بكسل ريديوس، لان على حسب الشكل اللي انت شغال عليه بيبدا يطبق ايه؟ الريديوس اللي انت طلبته يعني. لكن لو انا هنا مثلا على ال 50 اهو قمت قايل له انا عاوز الريديوس بتاعي يكون 5 بس وقايل له رن، هتلاقي ان 5 دي مش واضحه مع حاجه كبيره يعني. دي عاوزه بقى حاجه مناسبه على حسب الشكل اللي انت عاوزه يعني. هم فعلا هنا في 5 بس مش باينه قوي، عشان ايه؟ عشان الشكل كبير اصلا، البروجر كبير. كل واحد بقى يشوف المناسب ليه ويطبقه يعني. طيب فده موضوع الايه؟ الريديوس، لو انت عاوز تطبقه على البوردرز اللي انت شغال عليه. طيب شوف بعد كده موضوع المارجن وموضوع البادنج. قبل ما اتكلم في الموضوع ده تعالى نشوف حاجه اسمها بوكس موديل، هي دي اللي هتوضح الموضوع اصلا. البوكس موديل ده يا شباب بيقول لي لو انت عندك مثلا باراجراف، الباراجراف ده جواه كلام، فالكلام ده اللي هو موجود اللي هو الكونتنت ده، ماشي. الكونتنت بتاع الكلام اللي انت كاتبه مثلا انت كاتب this is a paragraph مثلا، المسافه بقى ما بينك وما بين الكلام نفسه، ما بين الكونتنت والبوردر، ده بنسميه حاجه اسمها بادنج، ده لسه قايل لك عليها شويه، ماشي. والبوردر نفسه ليه مكان خاص بيه، وبعد كده المسافه ما بين البوردر واي حاجه ثانيه موجوده عندك في الصفحه ده بنسميها المارجن. طيب تعال نشوف كده هو الكلام ده بيتطبق ازاي. هنيجي على المارجن عباره عن اكزامبل كده ديف، وعندي اتش 2، عندي اتش 2 اسمه سي اس اس مارجنز، ده اللي هو العنوان الموجود عندي فوق ده. وبعد كده عملنا ديف اسمه ذيس از اليمنت هاز ا مارجن اوف اوف ايه 70 بكسل. لو احنا عملنا حاجه بالشكل ده كده، جينا قلنا له ان الديف الموجود عندك المارجن بتاعه يكون 70، يعني ايه مارجن 70؟ يعني المسافه ما بينك وما بين اي حد موجود عندك في الصفحه تكون 70 بالليفت والتوب والرايت والبوتوم. طيب يعني ايه برضه؟ يعني في 70 بكسل هنا فاضيين، ما ابعدهم عن الاليمنت ده، ده الاليمنت الاولاني، فابعد لي ابعد الديف ده 70 بكسل من التوب ومن الليفت ومن البوتوم ومن الرايت. بس طبعا البوتوم والرايت مش باينه، لان الكلام او الاليمنت اللي انت بتحطها عندك في الصفحه بتبدا من الشمال ليمين، فهتلاحظ ان انت عندك الجزء اتطبق بس ايه؟ فوق هنا وايه؟ وعلى الشمال هنا كده. طيب لو انا شلت ال H2 ده وعملت رقم، فهياخد طبعا ال 70 بكسل دولت من الصفحه الرئيسيه نفسها، يعني دي الصفحه الرئيسيه الموجوده عندي، فياخد ليفت ب 70 بكسل ويسيبهم فاضيين، وياخد ايه توب ب 70 ويسيبهم فاضيين. ده اللي احنا بنسميه مارجن، اللي هو المسافه ما بين البوردر والايه والاليمنت اللي هو هيقابلك تاني، اللي هو ما فيش حاجه خالص يعني، فهيشتغل على الفاضي، لو في حاجه حواليه هيشتغل عليه. طيب لو انا مثلا خليت ديت ب 100، طبعا الكلام ده هيتغير، اللي هو هيبقى في 100 هنا فاضيين وفي هنا 100 هنا ايه؟ 100 هنا فاضيين، تمام؟ حد هيقول لي طب المسافه اللي فوق ديت اكبر من المسافه اللي على اليمين على الشمال؟ اقول لك اه، لان الديف نفسه بياخد مساحه اصلا لوحده، بياخد مكان فاضي لوحده، وبيفضي سطر فوقه وسطر تحته. يعني الديف لوحده اساسا لو انا شلت الكلام ده
لو انا شلت المارجن اساسا كده قمت قايل له ران، هتلاقي ان في جزء فاضي ايه، جزء فاضي فوق وفي جزء فاضي على الشمال اهو. هو بيفضل نفسه ايه، سطر فوق وسطر تحته كمان، وسطر شمال وسطر يمين، ماشي. فلو رجعت الكلام ده تاني الكلام ده هيتطبق على ايه، على اساس الموجود. يبدا قيس بقى هتلاقي الاثنين ايه متساويين مع بعض. طيب ده اللي هو بيسميه سي اس اس مارجن. طيب لو انت مش عاوز تخلي المارجن يشتغل على كل الحواف، عاوز تحدد حاجه معينه، فهنا انا بقول لك في الديف اللي انا عملته لك تحت ده، اللي هو الديف اللي هو البوكس اللي حاطط لك فيه الكلام ده، لما تيجي في الستايل فوق اعمل لي بوردر بواحد بيكسل سوليد بلاك. خلاص فهمنا بقى، يعني ده السايز بتاع الايه، ده السايز بتاع البوردر نفسه الويدث بتاعه، وسوليد معناه ان هو هيكون مصمت، وبلاك هيكون لونه ايه، لونه اسود. والمارجن توب يعني من الجزء اللي فوق ده اعمل لي مسافه فاضيه ما بينك وما بين الاليمنت اللي فوقك ايه ب 100 ايه 100 بيكسل. والبوتوم برضو يكون في مسافه فاضيه ما بينك وما بين اي حد هينزل تحتك يكون في 100 بيكسل برضو. والرايت يكون في 150 والليفت يكون في 80، يعني دول 80 بيكسل فاضيين اعمل لي ازاحه بيهم يعني. والباك جراوند كلر يكون لايت بلو. طيب تعالى كده لو انا قمت جاي تحت هنا كده قمت حاطط بيتش 2 كمان، ايه اللي هيحصل؟ كنت عامل رن، اللي حصل ان انت اتش 2 ما لزقش على طول فين؟ ما لزقش على طول في الديف ده، ما جاش تحته على طول. ليه؟ لان انا هنا عامل بوردر، عامل قصدي مارجن بوتوم يكون في 100 بيكسل، يعني يكون في 100 بيكسل تحت الديف كمان فاضيين، ماشي؟ عشان انا عاوزها كده، انا عاوز 80 على الشمال فاضيين، وعاوز 100 تحتك و100 فوقك، خلاص؟ فده الايه؟ ده اللي هو المارجن، اللي هو المسافه بين البوردر والاليمنت اللي عليه الدور، ايا يعني كان بقى هو فوق ولا تحت ولا فين بالظبط. فده الايه؟ ده اللي احنا بنسميه المارجن. طيب في شورت هاند المارجن، شورت هاند المارجن اهو، انك بتحط مثلا ادي البوردر خلاص والمارجن. المارجن فيه اربع حاجات، ممكن اقول لك التوب والرايت والبوتوم برضه والليفت، ماشي؟ يعني في التوب خلي فيه 25 بيكسل يكون في مسافه ما بين البوردر والاليمنت اللي هو هيقابلك في الطريق، وفي 50 بيكسل من اليمين، وفي 75 بيكسل من الشمال، قصدي من بوتوم، وفي 100 بيكسل من مين؟ من الشمال. يبقى ده التوب والرايت والبوتوم والايه؟ والليفت. فطبعا دي ايه؟ دي طريقه الشورت هاند اللي احنا دايما بنستخدمها في كل مره احنا بنشتغل. طيب لو عملت اثنين بس كده انت بتقول له التوب والبوتوم زي بعض ب 25، والرايت والليفت زي بعض بايه؟ ب 50. طيب في حاجه اسمها اوتو، في حاجه اسمها اوتو. الاوتو ده اللي هو بيبدا لو انا عملت لك مارجن اوتو، معناه ان انت بتخلي الديف ده يكون في السنتر، يعني كانك بتعمل الاين للديف يكون في النص بالظبط، يعني كانك بالظبط شلت الاوتو دي وحطيت مكانها 50% من الشمال و50% من اليمين، ماشي؟ يعني سنتر للكلام ده. لو انت عاوز سنتر الديف انت بتعملها بالطريقه دي، هو المارجن يكون ايه، يكون اوتوماتيك، خلاص. هو طبعا ما بيشتغلش على التوب ولا البوتوم، هو بيشتغل بس على الرايت والليفت، بحيث ان هو يخلي الديف اللي انت شغال عليه يكون في منتصف بالظبط، منتصف الصفحه اللي انت شغال عليها. طيب في حاجه تانية اسمها انهيرت. انهيرت دي معناها ان انت بتقول له اورث الكلام ده من الاليمنت الاعلى منك. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عندك ديف جواه باراجراف، ركز، ادي الديف اهو جواه باراجراف، فانا قمت جاي فوق قمت قايل له الديف ده يكون البوردر بتاعه 1 بيكسل سوليد ريد، والمارج ليفت يكون بكام؟ ب 100، خلاص. طيب الباراجراف اللي جواك اللي هو الكلاس بتاعه اسمه اي اكس 1 ده، المارج ليفت بتاعه بانهيرت. يعني ايه مارج ليفت بتاعه انهيرت؟ يعني اورث الكلام ده من الاب بتاعك، اورث القيمه دي من الاب بتاعك. طب مين اصلا اللي بيحتوي، مين اللي بيحتوي البي؟ اللي هو الديف نفسه بيحتوي البي. فطالما الديف بيحتوي البي وانت قلت لي هنا انهيرت، معناه كانك بالظبط شلت كلمه انهيرت دي وحطيت مكانها 100 بيكسل برضه، ماشي؟ يعني لو عملت ران خلاص يبقى هتلاقي ان الباراجراف نفسه واخد ازاحه من الشمال 100 بيكسل عن مين؟ عن البورتر نفسه، ماشي؟ طيب لو انا قمت شايل انهيرت دي وقمت كاتب مكانها 100 بيكسل، هل هيحصل تغيير؟ مش اي تغيير، كل ما بعمل ران هو نفس الايه؟ هو نفس الاوت موجود عندي. فدي كلمه انهيرت بنستخدمها امتى؟ لما يكون في كونتينر بيحتوي على اليمنتس ثانيه، ولو عاوز الاليمنت دي تاخد نفس الفاليوز بتاعه الاتريبيوتس اللي هي الخاصه بالكونتينر، ممكن تستخدم كلمه ايه؟ كلمه انهيرت، ماشي؟
ده اللي هو الايه المارجن. مش عاوزين المارجن كولابس ديت، مش محتاجينها. يعني الجزء المفيد بتاعنا هو المارجن نفسه. يعني تعالى دلوقتي ناخد البادنج. قلت من شويه ان البادنج ده هو المسافه ما بين التكست والبوردر نفسه، لكن المارجن هو المسافه بين البوردر واي اليمنت تاني بره الصفحه او موجود في الصفحه يعني. طيب نعمل تراي للكلام ده. عندنا هنا الديف ب 70، البادنج ب 70، يعني ايه؟ يعني والبوردر كمان بواحد بيكسل سوليد كذا كذا. ده الديف اللي هو ده، اللي هو الديف اللي هو ده. عملت لي بوردر بواحد بيكسل ويكون سوليد ويكون اللون بتاعه كذا، ماشي؟ بس البادنج بتاعك ب 70. يعني ايه البادنج ب 70؟ يعني كل مسافه ما بين التكست والبوردر نفسه تكون 70 بيكسل. لكن اللي احنا لسه قايلينها من شويه اللي هي المسافه ما بين البوردر واي ايلمنت خارجي، ده اللي احنا بنسميه مارجن. يعني لو جيت هنا كده وقلت قايل لك المارجن بتاعك يكون قيمته 50 بيكسل مثلا. انت عندك، خلي بالك عندك هنا في هيدنج فوق، بص كده ايه اللي حصل. هتلاقي في هنا 50 بيكسل فاضيين وهنا في 50 بيكسل فاضيين، ماشي؟ بس هنا في 70 بيكسل فاضيين وهنا في 70 بيكسل فاضيين. دول بتوع البادنج اللي هم اللي جوه دول، واللي فوق دول بتوع مين؟ بتوع المارجن. فانت بقى شوف على حسب انت عاوز تحط البوكس ده فين بالظبط، فبتبدا تستخدمه بايه؟ في الاتريبيوتس اللي انت عاوز تحددها وتشتغل عليها يعني. طيب تعال نشوف كده ايه اللي بعد كده. ده الموضوع البادنج بكل اختصار. طبعا البادنج زي المارجن فيها توب ورايت وبوتوم وليفت برضه. يعني ممكن نعمل اكزامبل في الاربع حاجات دول اهو. اعمل بوردر عادي جدا، الباك جراوند كولر لايت بلو، واعمل بادنج توب ويادي لك التوب بتاعك 50 ويكون الرايت بتاعك 30 والبوتوم يكون 50 والليفت يكون 80. يعني كل واحده من دي لها قيمه مختلفه عن الثانيه يعني. وبرده في شورت هاند، يعني ممكن تختصر الاربعه دول مع بعض ايه بالشكل ده كده، يكون التوب والرايت والبوتوم ايه والليفت بالطريقه اللي احنا شايفينها دي كده. ده اللي هو ايه لو انت عاوز تختصر الكلام. ولو انت حطيت اتنين، ده هيشتغل على التوب والبوتوم وده هيشتغل على الرايت وايه والليفت. لو انت حطيت واحده بس هيشتغل على الاربعه مع بعض بنفس القيمه اللي هو 25 بكسل. كلام طبيعي بقى. يعني انت كده تحط بقى ويتس مثلا 300 بكسل، يعني تحط العرض بتاع التيب نفسه يكون 300 بكسل، الباك جراوند بتاعك يكون يلو. استخدمت ديف تاني، عملت ويتس ب 300 بكسل بس عملت بادنج ب 25. هنا في حته مهمه جدا. الحته اللي هنا بقى انت بتعمل ايه؟ انت لما جيت قلت لي ان السايز بتاعك في الديف الاولاني اللي هو ده السايز بتاعك كام؟ 300 بكسل. فدول فعلا 300 بكسل. وحطيت جوه الديف الاولاني ده، حطيت جواه تكست عادي جدا بالطريقه دي، ماشي؟ وعمل لي السايز بتاعي فوق لما جيت اعمل عليه ستايلنج، عمل الويتس بتاعي ب 300 بكسل خلاص، وعمل باك جراوند بتاعك ايه بيلو. طيب ليه لما جينا عملنا الديف الثاني عملنا الويتس بتاعي برضه 300 بكسل، ليه الويتس بتاعي زاد بالطريقه دي؟ حد يعرف؟ حد يعرف ليه الويتس زاد عن 300؟ لان 300 المفروض اخرها هنا، يعني المفروض ان البوكس يقف هنا كده. ليه زاد الحته دي؟ حد يعرف ليه زاد الكلام ده يا شباب؟ طيب نقول ليه زاد الكلام ده؟ لان هنا احنا بنقول في بادنج 25. البادنج يا شباب ملوش علاقه بالويتس، البادنج ده بيزود على الويتس نفسه. يعني انت عندك بادنج ب 25، ده معناه ان انت عندك اصلا في 25 بكسل في الليفت و25 بكسل في الرايت هينضافوا على ال 300، فكده هيكون الويتس المجموع كله هيبقى عباره عن 350 في الويتس. فعشان كده هتلاقي ان في 50 بكسل زادت في الويتس عن مين؟ عن الجزء اللي فوق، لان اللي فوق ما عملتش عليه ايه؟ ما عملتش عليه بادنج خالص. ماشي؟ لكن في الحاله دي انا بقول له في بادنج ب 25 بكسل، معناه ان انت يبقى عندك 25 بكسل على الشمال و25 بكسل على اليمين، زائد ال 300 اللي انت عملتهم، يبقى كده هيبقى في 350 الويتس اللي هو خاص بمين؟ خاص بالديف نفسه. فدي حته كده ايه؟ يبقى ركز فيها عشان ما تتلخبطش. لو انت بتعمل ديزاين فما تقولش انا عامل 300 وليه ظهر 400؟ ليه ظهر 350؟ عشان الكلام اللي انا بتكلم فيه ده. خلاص؟
تعالى دلوقتي نشوف الهايت والويدث. زي ما انا لسه قايل من شويه ان الويدث ده 50%، يعني خد لي 50% من الصفحه، والهايت يكون 200 بكسل. فلما نيجي نعمل كده هتلاقي ان 50% ويدث اتاخد من الصفحه كامله، و200 بكسل في الهايت في الارتفاع نفسه يكون ايه؟ يكون 200 بكسل. فالهايت والويدث اصلا بسيطه، مش محتاجه كلام كتير يعني، الهايت والويدث بدون اي مشكله. تعال نشوف موضوع البوكس مودل. خلاص احنا شفناه، هنشوف دلوقتي ايه هو موضوع التكست بقى. شوف ايه اللي موجود على التكست فورماتنج. عندنا في التكست كولر، يعني لو عندنا هنا في البادي مثلا قلت لك الكولر بتاعك بلو كده، بتقول له ان اي تكست موجود عندك في البادي يكون لونه ايه؟ يكون لونه بلو. ولما حدد حاجه معينه الاتش 1 يكون الكولر بتاعك جرين، كده معناه انت خصصت اكتر. يعني مش معناه بقى ايه؟ يعني هنا عامل اتش 1 مثلا زي هيدنج، وقمت قايل لك ان لما جيت في البادي فوق قمت قايل لك الكالر في بلو، يعني معناه ان اي تكست موجود عندك في الصفحه يكون بلو. بس لو انا خصصت الكلام ده، يعني لو انا قلت لك ان اتش 1 الكالر بتاعك بالجرين، خلاص يعني اعمل اوفررايد على الازرق ويخليه جرين. ماشي؟ يعني لو انا قمت شايل الجزء ده كده وقمت عامل ران، فطبعا اي تكست موجود عندك هيكون له ايه؟ هيكون له ازرق، لان انت قايل لي ان الكالر بتاعك بلو. طب لو انا لما اخصص اكتر بقول لك ان الاتش 1 يكون الكالر بتاعك جرين، كده معناه ان انت تاخد بس الاتش 1 وتطبق عليه الكالر يكون اللون بتاعك جرين، واي حاجه ثانيه تكون ازرق زي ما هي. ماشي؟ فده اللي هو ايه؟ تخصيص، يعني ده اللي انت بتبدا تحدد حاجه معينه. طيب الباك جراوند كالر خلاص عرفناها، ان احنا ازاي بنحط كالر في الباك جراوند، واللون نفسه بتاع الالوان التكست اللي احنا ايه؟ اللي احنا عارفينه. تعال نشوف الايه؟ التكست الاينمنت اللي هو المحاذاه بتاع التكست. يعني احنا عندنا هنا في اتريبيوت اسمه تكست الاين، ممكن احط فيه كلمه سنتر او ليفت او رايت. فعلى حسب القيمه اللي انت حاططها هنا كده بيبدا ايه البوزيشن بتاع الكلام نفسه يتغير. عندك هنا هيدنج 1 هيدنج 2 هيدنج 3، انا عاوز اخلي اول هيدنج ده يكون في السنتر، طبعا باي ديفولت هو بيكون في الليفت يعني. فانت لما بتخليه التكست الاين سنتر هتلاقي ان الهيدنج بتاعك جه في النص بايه؟ بالطريقه اللي احنا شايفينها دي كده. طيب وعندك الـ H2 التكست الاينمنت هيكون في الليفت زي ما احنا شايفين كده، والـ H3 التكست الاينمنت هيكون في الرايت زي ما احنا شايفين ايه؟ زي ما احنا شايفين هنا كده. فده الايه؟ ده الاتريبيوت اللي اسمه تكست الاينمنت وانت هتبدا تشتغل عليه. الجستيفاي بقى بيبدا يظبط لك الكلام ده كانك شغال في كانك شغال على باراجراف كده في الوورد يعني، وبتخلي كل السطور زي بعضها بالظبط. بنستخدمه امتى؟ لما يكون عندك في باراجراف كبير وببدا اقول له اعمل لي جاستيفاي للتكست اللي جواه، يعني خلي لي كل السطور زي بعض بالظبط متوازنه بقى من اليمين للشمال، ما تخليش الكلام يبدا من الشمال بس ولا اليمين بس ولا في السنتر بس، لا خلي الكلام ده جاستيفاي زي بتاعه الوورد بالظبط. تمام؟ في عندك هنا حاجه اسمها تكست الاين لاست، يعني هنا مثلا عندي باراجراف، ادي الباراجراف الاول والباراجراف الثاني والباراجراف الثالث الاي والبي والسي. جيت هنا على كل واحد فيهم قلت له التكست الاين لاست رايت، يعني ايه لاست رايت دي؟ معناها يعني اخر سطر بقى عندك موجود خليه لي في الرايت. طبعا مش منطقي يعني تخلي اخر سطر موجود عندك يكون في الرايت يعني، واخر سطر عندك مثلا يكون في السنتر. دي ممكن تستخدمها جاستيفاي، يعني اخر سطر يكون ايه؟ جاستيفايد على الصفحه الموجوده عندك. انا شايف ان هي ايه؟ مش مهمه قوي يعني. التكست دايركشن بقى مهمه شويه، يعني انت بتقول له هنا في الدايركشن بتاع الكلام يكون رايت تو ليفت ولا ليفت تو رايت. يعني هنا بقول له انا عاوز الكلام يكون من الرايت تو ليفت، من اليمين للشمال. من اليمين للشمال يعني بتقول له الكلام اللي موجود عندك في الاكس ده يكون من اليمين للشمال. اليمين للشمال ازاي؟ يعني لو انت بتكتب عربي، لو انت بتكتب عربي المفروض الكلام ده يكون موجود من اليمين للشمال، ما يكونش مكتوب ايه الطريقه دي كده. ماشي؟ بس هنا ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان هو حط اول حرف من ايه؟ على اليمين، بعد كده الحرف الثاني اللي بعده، الحرف الثالث بعده. ليه؟ لان المفروض الكلام ده يكون بايه؟ بالعربي اصلا، ما يكونش بالانجليزي يعني. ماشي؟ باي ديفولت طبعا الكلام ده بيبقى موجود اصلا على الشمال اساسا يعني.
امتى بنستخدم رايت تو ليفت؟ لما تكون بتكتب انت عربي اصلا في صفحه، يعني لما انت تكون عاوز تزود عربي في صفحه عندك. دي مش مهمه قوي. في عندي حاجه اسمها تكست ديكوريشن، اللي هو ازاي اعمل حاجه بالشكل ده كده، ازاي اخلي فيه خط فوق السطر اللي انا كاتبه او الكلمه اللي انا كاتبها، وازاي اخلي فيه خط في النص، وازاي اخلي فيه خط تحت، ازاي اعمل حاجه بالشكل ده كده. الكلام ده بيتعمل ازاي؟ في عندك اتريبيوت اسمه تكست ديكوريشن. لو انا قلت التكست ديكوريشن بتاعي يكون اوفر لاين، اوفر لاين معناه يعني حط لي خط فوق الكلام اللي انا محدده. طيب انا محدد ايه؟ انا محدد اتش 1. طيب فين الاتش؟ فين الاتش 1؟ الاتش 1 اهي، اللي هي اوفر لاين تكست ديكوريشن. الاوفر لاين تكست ديكوريشن بقول له انا عاوز يكون في خط فوق الاتش 1. طب اعملها ازاي؟ هنيجي على الاتش 1 واقول له تكست ديكوريشن اوفر لاين، يعني يكون في خط فوق بالطريقه اللي احنا شايفينها دي كده. طيب لو انا قلت لك الاتش 2 اعمل لي لاين ثرو، لاين ثرو يعني يكون في خط في ايه؟ في وسط الكلام بالظبط اللي انت محدده. طيب لو انا قلت لك اندرلاين يعني يكون في خط تحت. لو انا قلت لك اوفر لاين اندرلاين يعني يكون في خط تحت وخط ايه؟ خط فوق وخط تحت. ماشي؟ دي لو انت عاوز تعمل حاجه بالشكل ده كده. ساعات بتشوفها في مواقع، يعني انت بتبقى شغال مثلا في موقع او بتذاكر، او ساعات تلاقيها كده ايه؟ وسط الكلام كده يقول لك الكلام ده مثلا ملغي ويتعدل بحاجه معينه، ممكن احط لك خط في وسطه كده يعني. طيب لو انت عاوز تخلي فيه الوان معينه كمان للخط نفسه، فانت ممكن تستخدم اتريبيوت اسمه تكست ديكوريشن كلر، يعني لون الخط نفسه كمان يكون ايه. فانت ممكن تعملها بالطريقه دي سهله يعني، مش مشكله. طيب تعال نشوف الايه، التكست ترانسفورميشن. ترانسفورميشن بقى انت بتبدا تعدل في الايه، في الكلام نفسه يكون كابيتالايز ولا لور كيس ولا ابر كيس ولا ايه بالظبط. فانت مثلا عاوز تخلي الكلام بتاع الباراجراف الاولاني ده اللي هو الكلاس بتاعه يكون ابر كيس، ده يكون ابر كيس يعني يكون كله عباره عن كلام ايه، كابيتال زي ما احنا شايفين كده. استخدم حاجه اسمها تكست ترانسفورم، فيها ابر كيس وفيها لور كيس وفيها كابيتالايز، فطبعا بتعدل في الكلام زي ما احنا شايفين كده، محتاجه شرح يعني. دي التكست ترانسفورميشن. تكست سبيسنج اللي هي المسافات، لو انا عملت تكست اندنت 50 بكسل هيخلي في مسافه 50 بكسل من بدايه الكلام. طبعا الكلام ده بيطبق على البي اللي هو الباراجراف الموجود عندك، في مسافه 50 بكسل هنا فاضيه، ده اللي احنا بنسميه التكست ايه، تكست اندنت. طيب الليتر سبيسنج، الليتر سبيسنج اللي المسافه بين كل حرف والتاني، لو انت عملت الليتر سبيسنج 5 بكسل كده المسافه بين كل حرف والتاني يكون 5 بكسل. طيب في حاجه اسمها اللايت اللاين هايت، اللي هو ارتفاع الايه، ارتفاع الكلام نفسه، يكون مثلا 7 من 10 1.8 من 10، كل طبعا ما بتزود الكلام ده كل ما الكلام نفسه بايه، بيكبر معاك. طبعا مش منطقيه قوي، ما بتستخدمهاش كتير يعني. الورد سبيسنج اللي هو المسافه من كل كلمه والتانيه، طب ممكن تخلي المسافه من كل كلمه والتانيه كبيره شويه 10 بكسل مثلا، ممكن تخليها ماينس 2. ماينس 2 معناها هتلزق لي الكلام في بعض بالطريقه دي. طبعا على حسب بقى انت عاوز تستخدمها ولا مش عاوز، يعني على حسب الموقع اللي انت بتعمله او الشغل اللي انت عاوز تعمله. وايت سبيس، يوزنج وايت سبيس دي بتعمل ايه؟ وايت سبيس بيقول لك وايت سبيس بروبرتيز سبيسيفاي هاو وايت سبيس انسايد ان ايليمنت از هاندلد. وايت سبيس دي المفروض ان هي مسافات ما بين كل كلمه والثانيه، والمسافات ما بين كل تعال نشوف التكست شادو. لو انت عاوز تخلي فيه شادو للتكست يعني يكون حاجه بالشكل ده في افكت شويه، تعمل الكلام ده ازاي؟ نعمل بس التكست شادو وتقول لك 2 بكسل 2 بكسل 2 بكسل، دي معناها ان هياخد جزء من الكلام كده ويرفعه فوق بنسبه 2 بكسل. ماشي؟ بس يعني 2 بكسل 2 بكسل دي معناها التوب والبوتوم يعني، والرايت والايه والليفت، فتحس ان الكلام كبر شويه بدل ما هو كان مكتوب بشكل طبيعي، هتلاقي واخد جزء كده باين فوق كده كأن في شادو او كأن في ظلال للكلام نفسه يكون بالشكل ده كده. طبعا كل ما بتزود بقى وتشوف الشكل المناسب ليك انت هتلاقي الشكل مختلف شويه. ماشي؟ يعني ده حاجه خاصه برضه بيك انت يعني. لو انت عاوز تعمل حاجه كده بتزود اللون اللي انت عاوزه، اللي هو لون الشادو نفسه يكون ايه؟
في لون معين. طيب ولو انت عاوز تعمل كأنك حاطط كده لون يغطي الكلام نفسه بنسبة 5 بكسل، فانت ممكن تعمله بس بيه بالطريقة دي كده. مور اكزامبل بقى، لو انت ايه تشوف بقى التكست ده شكله عامل ازاي، 2 بكسل و2 بكسل اهوت، بعد كده 4 بكسل دي اللون اللي هو هيبقى مغطي عليه، وبعد كده اللون بتاع الايه الشادو نفسه يكون باللون ده كده، اللون الاسود اللي هو مش باين قوي ده، ده اللي هو ايه هو موضوع تكست. طيب موضوع الفونت، الفونت سيليكشن، طبعا موضوع الفونت ده شباب هو عبارة عن مجموعات كده او فاميليز كده من الفونتس انت بتبدأ تستخدمها. فاسم الاتريبيوت اللي يهمني اسمه فونت فاميلي. فونت فاميلي بقى انت ممكن تستخدم بقى اي نوع من انواع الفاميليز بتاعت انواع الكلام نفسه، اللي هي تايمز نيو رومان، تايمز ريف، ده عبارة عن فونت فاميلي على بعضها كده. ممكن تستخدم ارايل سانس ريف، ممكن تستخدم مش عارف ايه. فالكلام ده كله ايه يعتمد بقى ان انت يعني تشوف انت الفونتس المناسب ليك وتبدا تختاره عندك وتكتبه عندك في الايه، تكتبه عندك في الكلام يعني. فلو عملت تراي تو سيلف مثلا، الباراجراف الموجود عندك هيتطبق عليه الفاميلي ده اللي هو نفس الايه فونت اللي انت شايفه ده كده. فانت برضه تشوف ايه الفونتس الموجوده وتبدا تطبق عليها وتستخدمها كلها. ممكن استخدم الانواع دي كلها واطبقها عندي يعني. برضه دي حاجه ترجع لك يعني، عاوز تشوف بقى ايه اي فونت مناسب، شوف الموقع كده يكون فيه جميع انواع الفونت وابدا جرب وشوف. طيب الفونت، في فونت ستايل، الفونت ستايل دي فيها نورمال او ايتاليك او اوبليك. لو جينا بصينا كده هتلاقي ان النورمال بتاعك اللي هو الطبيعي مفيش اي اختلاف يعني، ده نفس الشكل اللي بنرجعه يعني. الايتاليك والاوبليك بيديك نفس الايه، بيديك نفس الشكل، هو بيكون ايه، بيكون الكلام نفسه بزاويه معينه كده. فانت ممكن تستخدم الفونت ستايل وتديله يا اما نورمال يا اما ايتاليك يا اما اوبليك. في فونت ويت اللي هو الغلظه بتاعه الكلام نفسه يعني، الحجم بتاعه يكون قد ايه، اللي هو سيزس ابراف، عاوزه بالطريقه دي او عاوزه بالطريقه دي. ممكن تستخدم لايتر يعني يكون خفيف شويه، ممكن تستخدم بولد ماشي اللي هو الاخير ده، اللي هو القلب الاخير ده. ممكن تستخدم ثيكر اللي هو 900 بيزود ايه، بيزود شويه على حسب بقى انت عاوز ايه. الفونت سايز دي شبيهه شويه للفونت ستايل، بس هنا بحط بقى بالبكسل بقى يعني، بحط القيمه بالبكسل نفسها، هنا 40 بكسل، هنا 30 بكسل، هنا 14 بكسل. فدي طبعا دي اسهل شويه في الاستخدام، ان احنا نبدا نقول له الفونت سايز والقيمه بتاعتك كذا يعني. ممكن استخدم فونت من جوجل يعني، اكتب في اللينك، اعمل لينك فوق كده في الهيد واقول له ريليشن ستايل شيت واقول له اتش ريفرنس، بس هنا هكتب اللينك بتاع مين، بتاع الفونت نفسه لو الفونت مش موجود عندي على الجهاز او مش موجود عندي على الويب سايت يعني. ممكن اعمل اللينك بتاعه كده كامل واقول له الفونت فاميلي بتاعك يكون صوفيا سانس ريف، لو مش موجود عندك هيجيبه منين، هيجيبه من جوجل يعني، اللي هو بالطريقه دي ده الشكل بتاعه ماشي. فالفونت ده عاوز ان انت تمشي عليه كده واحده واحده وتبدا تشوف بقى الفونتس تجربها وتشوف شكلها عامل ازاي. وطبعا ليه شورت هاند برضو، ليه اختصارات، ده ممكن تحط بقى ايتاليك، سمول كابس، بولد 12 بكسل، 30 بكسل، جورجيا، سان سيريف، تشوف شكل عامل ازاي. الواحد هتلاقي فيه ديستايل مختلف على حسب انت دمجت كذا حاجه مع بعض، فبيبدا يطبقهم عليه كلهم على بعض. الايكونز مش عاوزين الايكون قوي، هي بسيطه يعني. لو انت عاوز تستخدم ايكون زي دي كده تستخدمها ازاي، فلازم تعمل سكريبت فوق كده، السطر ده كده حاجه في جافا سكريبت يعني، نعمل سكريبت فوق ونحط فيه السورس بتاع كل الايكونز اللي انت عاوزها، ونبدا نجيب منها بالاسماء بتاعتها. لو انت عاوز الاسم بتاع الكلاود ده، لو انت عاوز الصوره دي، فبتبدا ايه تنادي عليها بالاسم ده. لو انت عاوز هارت بتنادي عليه كده، لو انت عاوز كار بتنادي عليه كده يعني. ممكن تعملوا سيرش على الحته دي كده وتشوف ايه كمان الانواع اللي موجوده عندنا، وممكن ايه انت عاوزين تعملوها تجيبوها يعني على طول عندكم في الصفحه يعني. طيب
عايزين تاخدوا بريك ولا نكمل؟ لسه قدامنا اللينك والليست تيبلز، حاجات بسيطة يعني. تاخدوا بريك ولا نكمل يا شباب؟ طيب ناخد بريك كده نصلي فيه ونبدأ الساعة 12:30 بالظبط. ماشي يا جماعة؟